السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا جماعة. اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع مهم وبمس كل الناس بتربي قطط، وهذا فيديو مخصص للناس اللي بتربي قطط بيعانوا في مشكلة، اللي هو مشكلة قص الأظافر. مشكلة الأظافر بتلاقي البزاز دائما بتخمشهم وبتجرحهم مرات، خصوصا القطط اللي بتكون حركتها ما شاء الله عليها، بتلاقيها بتخرب أثاث البيت وبتعمل لهم مشاكل. فهل في حلول لهذا الموضوع؟ طبعا في حلول. شوف، اول شغلة القطط يعني هو تصرف طبيعي عندها انها تظل تخدش الاشياء، لانه خصوصا هي عم تستخدم هاي الحركة لعدة اسباب بعود لتصرفها في الطبيعة. اول شيء انها تحدد مناطق النفوذ تبعتها، عشان كمان صحة اظافرها وظل تخمش. فهي احنا لما نفهم هذا التصرف معناته بلش نقدر نفهم شو الحل. في عنا اكثر من حل. اول حل هو مثلا بالنسبة للقطط اللي بتخرب اثاث البيت، شو بنقدر نعمل احنا؟ اول شيء انه في السكراتشنج باد، يعني هي بتيجي هيك قطعة بتستخدمها، بنشتريها من العيادات البيطرية، بتستخدمها القطة بتنبسط عليها بتضل تخمش فيها، بتنظف اظافرها فيها وبتنبسط عليها، فبتبطل هيك انها تخرب اثاث البيت. هاي يعني واحدة او اول ستيب. الستيب الثانية انه مثلا القطة بتروح على مناطق معينة بالبيت ما منا اياها تروح عليها وبتخرب هناك. في بعض السبريز موجودة برضو في العيادات البيطرية بنقدر نجيبها، وهاي السبريز بتمنع القطط توصل، لانه بكون ريحتها منفرة للقطط فبتبطل تحب تدخل لهذا المكان، فبصير تطلع من هناك. طيب هاي فهمنا النقطة انه كيف نمنع القطة انها تروح على مكان معين وتخرب فيه. الموضوع الثاني انه القطة اظافرها طويلة، ولما نبلش نلعب معها بتخرب، بتصير تخمش بايدينا وبصير تجرحنا. فهون عندك ممكن انت تضطر انه لقص الاظافر. قص الاظافر ممكن انت تعمله في البيت، وممكن تبعثها لعيادة بيطرية بقصوا لك الاظافر تبعتها. بالنسبة لك انت تقصها بالبيت، تحكي لي والله مثلا بدي اجيب القطة واقص اظافرها، يعني بتنجن وبتصير ممكن تصير تعضك وبصير هيك الشراسة عندها وبتخاف من القصاصة او مقص الاظافر. طبعا انت ممكن تستخدم قصاصة الاظافر اللي عندك بالبيت، مش شرط فيه، مع انه في النيل كليبرز خاصة للقطط، ولكن انت ممكن تستخدم اللي عندك بالبيت فعالة بنفس الدرجة. بس مش هون النقطة. النقطة انه القطة بتخاف من قص الاظافر، تعتبره يعني زي عمل عدواني، بتبلش تصير شرسة وتقاوم وتهرب، وممكن تصير تخمش بزيادة وممكن تعض. فأنت بهاي الحالة شو بدك تعمل؟ في ستبات معينة بتمشي فيها إذا بدك أنت تقصها في البيت. ستبات معينة بتمشي فيها بتبطل القطة تخاف من قص الأظافر. إيش هاي الستبات؟ أول ستب ونخليها تشوف مقص الأظافر، ونخليها تلعب فيه. تعرف القطط دائما أول شيء الأشياء الجديدة عليها بتخاف منها وبتكون حذرة بالتعامل معها، بس عادي يعني ما نهتم كثير. إحنا إيش بنعمل؟ نحط عندها قصاصة الأظافر، بتصير تشوفها تبلش تلعب معها، بصير فاميليار معها، مألوفة إلها القص، يعني القصاصة هاي مقص الأظافر بصير مألوف إلها، فبتبطل تخاف من شكله. يعني مجرد ما تشوفه معك ما راح تخاف منه. الستب الثانية انه كمان القطط انت لما بدك تيجي قص اظافرها، انت بدك تحاول تطلع الاظفار، نضغط على قدمها حتى يطلعوا اظافرها. فهاي الحركة بالنسبة لها مزعجة وتعتبر حركة عدائية برضو. فانت شو بدك تعمل كمان بنفس الوقت؟ بدك تعودها انك تلعب اصابع رجليها، انك تضغط عليها بشكل لطيف. كيف بدك تعمل هاي الحركة؟ تمسكها بالاول مسك عادي، بعد فترة راح تتعود انك بتمسك اصابع قدمها وما بصير عندها اشي، بتصير مألوفة عندها هاي الحركة بتبطل تخاف. بعدين شو بصير تعمل؟ تضغط بشكل جنتل بشكل بسيط لمدة 3 ثواني. تمام. طبعا خلال هاي العملية في البداية راح تلاقي انه القطة عم بتخاف وتسحب ايدها وعادي ما تقلق، مع التعويد راح تتعود. يعني هاي الخطوات كلها ما راح تاخذ معك من اسبوع لاسبوعين، راح تلاقي القطة بلشت تتعود وما عندها اي مشاكل انك تمسك اصبع رجلها وتضغط عليه وتطلع اظافرها. فبهاي الحاله انت عودت القطه انك تمسك اصابعها وعودتها على قصاص الاظافر. فالستب اللي ظلت بعدها انك تبلش تقص الاظافر. قص الاظافر ما بيكون مره واحده، بتبلش تقص اظافرها واحد واحد. يعني شو بنعمل؟ بنمسك مثلا ايدها اليمنى بنقص لها اظفارين فيه، ومنتركها ما بنزعجها. حتى لما نيجي نقص ممكن كمان برضو في البداية تخاف، يصير عندها مشاكل. فأنت شو بتعمل عشان نعودها؟ بلش نقص أظافرها أول بأول واحد واحد.
عادي خلي الموضوع ياخذ معك اسبوع اسبوعين لحتى تقص اظافرها كاملات، ايديها واقدامها، عادي ما في مشكله. تعويد انت هاي، بس الستبات هاي انت راح تعملها اول مره، بعدين خلص القطه راح تعود لحالها، يعني ما راح ترجع بعدين تعودها، والله تعودها على القصاصه، تعودها على مسك اقدامها، وتعودها على قص الاظافر. لا هي ممكن هاي العمليه كامله من اولها لاخرها تاخذ معك شهر زمان، بس ما راح ترجع تعيدها بعدين. بعد هيك انت شو بصير تعمل؟ بصير الموضوع كثير سهل عليك، بصير انت تمسك القصاصه وتقص، كل مره بتشوف انه اظافرها صاروا اطوال وبحاجه قص، بتبلش تقص فيهم اول باول وباستمرار، فبتظل القطه هيك متعوده، خلاص تعودت على قص الاظافر، ما عندها اي مشاكل، وانت بتقص وانت مرتاح لها. طيب انا مش قادر اقص، او بخاف اقص، او بخاف اجرحها، بخاف اعمل لها مشاكل، ما عندي خبره في الموضوع، مش حاب اعمل هذا الاشي، شو ممكن اعمل؟ تبعثها على عياده بيطريه. حتى لو كانت القطة شرسة، طبيب البيطري عنده تكنيكس، عنده العلم، عنده الطرق المناسبة والمعرفة والخبرة الكافية انه يتعامل مع القطط الشرسة، ويقص لها اظافرها ويقص شعرها، ويعني يعمل لها ميك اب كامل اذا جاز التعبير. تمام يا جماعة، فالموضوع كثير سهل وكثير بسيط. بالنهاية يعني بتمنى لكم هيك رفقة ممتعة دائما مع اليفكم ومع حيوانكم المفضل، وبتمنى ما اكون طولت عليكم، يعني يعطيكم الف عافية.